بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا، ووفقنا وسائر المسلمين لما تحب وترضى، واكفنا وسائر المسلمين السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. يا نعم المولى ويا نعم النصير، غفرانك ربنا وإليك المصير. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب فتح القريب المجيب لابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أحمد أبي شجاع الأصفهاني رحمهما الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهما وعلوم مشايخهما وتلامذتهما وقراء مصنفاتهما في الدارين آمين، في فقه السادة الشافعية. فصل في أحكام الإقرار. الإقرار أن الإنسان يقر، يعني يعترف، يعني يثبت أن هناك حق في ذمته للغير، فيسموه إقرار. هو الإخبار بحق ليه 6 أنواع، يعني الفقهاء يقسموا الإخبار بحق معين على 6 أنحاء. لو كان إخبار بحق في ذمتك للغير يسموه إقرار، لو كان إخبار بحق للغير على الغير يسموه شهادة. واضح؟ وإن كان إخبار بحق لك على الغير يسموه دعوة. لا مش مشكلة. يبقى لما لا مش مشكلة مش مشكلة. سنة جاي عيان جاهز. دي مش هدعي. لا لا. خلينا نركز. الإخبار بحق ما له صور كثيرة. إن كان بتخبر بحق للغير في ذمتك يبقى أنت بتقر، خلاص. إذا كنت بتخبر بحق للغير على الغير يبقى أنت شاهد، شهادة. ولو أنت بتقر بحق للغير لك يبقى دي دعوة، بتدعي أنك أنت ليك حق في ذمتك. فهمت بقى؟ لو كان إخبار بشيء سمعته يسموه رواية، زي الصحاب يقول لك سمعت رسول الله يقول كذا. فهمت ازاي؟ ده بيخبر بشيء سمعه فيسموه رواية. وإذا كان إخبار بحكم شرعي لازم يبقى ده اسمه ايه؟ قضاء. زي القاضي بيخبر بحكم الشرع في المسألة، حكمت المحكمة على فلان يعمل كذا، فده حكم شرعي لازم. طب لو كان حكم شرعي غير لازم يبقى فتوى. فهمت بقى؟ يبقى هي دي أنواع الإخبار بحق. يبقى أنواع الإخبار بحق هتبقى على 6 أنواع. إما أن تكون إقرار أو شهادة أو دعوة أو رواية أو قضاء، يعني حكم شرعي ملزم، او فتوى بلا الزام. يعني خدت بالك؟ احنا النهارده هنتكلم على الاقرار اللي هو ايه؟ اخبار بحق في ذمه المقر للغير، هو ده النوع اللي هنتكلم عليه النهارده. خدت بالك؟ وهو نوع من ايه؟ من انواع ثبوت الحقوق. تثبت الحقوق اما بالاقرار او بالبينه. البينه اللي هي الشهاده، كويس، او الاقرار. فدي من ضمن احد اسباب القضاء عند المسلمين. ثبوت الحق عند المسلمين يثبته اما بالاعتراف، اللي هو الاعتراف سيد الادل يقر يعني، كويس، او يجي شهود يشهد. هي دي طريقة حكم القضاء عموما، يا يجي شهود يا يقر. خدت بالك؟ فهنشوف كده. يقول: فصل في احكام الاقرار. طبعا اصله في القرآن
ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنن به ولا تنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. فالإقرار ده ورد في القرآن في هذه السورة، وورد في السنة في سور كثيرة، لكن منها مثلا حديث إيه لما الرسول قال أغدو يا أنيس إلى امرأتي هذا بتاعت العسيف، قصة العسيف الأجير، فإن هي اعترفت يعني بالزنا فارجمها، فإن هي أقرت فارجمها. خدت بالك؟ يبقى الإقراره جاء في السنة وجاء في إيه؟ في القرآن. وعلشان كده في الأحكام القضائية يقول لك الإقرار سيد الأدلة، الإقرار بس يشترط عشان يبقى الإقرار سيد الأدلة يبقى غير مشوب بإكراه، غير مشوب بإكراه، وإلا تقعد تضربه لحد ما يعترف إنه حمار وهو إنسان، ثم هيقول لك أي حاجة، يقول لك أنا حمار بس خلصت. مش كده برضه؟ زي ما بيعملوا دلوقتي الحكام الظلمة، يفضل يضرب في الواحد لحد ما يقول له شوف أنت عايزني أقول لك إيه وأنا موافق، بس ابعد عني العذاب ده. فده غير، هذا الإقرار غير جائز شرعا. الإقرار الجائز شرعا أن يكون بإيه؟ بغير إكراه من أي صور من صور الإكراه المعنوي أو البدني. فصل في أحكام الإقرار. هو لغة الإثبات، الإثبات، وشرعا إخبار، إخبار، إخبار بحق على المقر، إخبار بحق على المقر. والإخبار يعني صيغة، يبقى يدل على أن الإقرار برضو محتاج صيغة، طالما هو إخبار يبقى صيغة يعني كلام، مش كده برضو؟ فيبقى نقول أن الإقرار أركانه مقر ومقر له ومقر به وصيغة، أربع حاجات، مقر اللي هو بيقر، ومقر له اللي هو الغير، ومقر به اللي هو الحق، وصيغة بتصيغ هذا كله في صيغة كلام. واضح؟ يبقى دي أركان الإقرار. شروط الصيغة إنها تكون بلفظ يشعر بالإلزام، مش شرط يقول أقر، يعني ممكن يقول فلان له علي كذا، علي كذا، هذا إقرار، أو في ذمتي كذا له، يعني أي لفظ يشعر بالالتزام، مش شرط يقول أقر كلمة بالهمزة والقاف والراء، لا، أي لفظ يشعر بالالتزام يبقى اسمه إقرار، له في ذمتي كذا، له علي كذا، أو كده. وما في معنى هذا اللفظ اللي يشعر بالالتزام كالكتابة، مش بيكتب له ساعات كمبيالة، يكتب له مش عارف ايه، دي نوع من الإقرار، واخد بالك؟ يبقى ممكن يبقى بلفظ أو بكتابة، ممكن بلفظ أو بكتاب، أو بإشارة مفهمة من الأخرس، لو واحد أخرس بإشارة مفهمة، يعني نفرض واحد فقد النطق وجاء واحد بيسأله بيقول له فلان لي عليك 1000 جنيه، فقام أشار كده، يبقى خلاص أقر. فهمت بقى المسألة؟ يبقى الإقرار قد يكون بالإشارة المفهمة للعجز عن الكلام، وقد يكون بالكتابة للعاجز عن الحضور، وممكن مش قادر يجي عند القاضي مسافر، فالكتابة تحل محل المسألة، يبعت له مكتوب، واخد بالك؟ وللحاضر بلفظ يدل على إيه؟ على الالتزام. دي الصيغة يعني. طبعا لا يشترط فيها اللغة العربية في الصيغة، لكن في النكاح نقول يشترط اللغة العربية في المذهب الشافعي في النكاح بالذات، لكن في الإقرار عند القاضي بأي لغة، يعني يقر قدام القاضي بأي لغة ما تفرقش معنا، مش شرط فيها اللغة العربية. في بعض العقود يشترط فيها اللغة العربية زي عقد النكاح. فبيقول هنا وشرعا إخبار بحق على المقر، فخرجت الشهادة لأنها إخبار بحق للغير على الغير. وإحنا قلنا بقية الأنواع بقى، خدت بالك؟ اللي هي الدعوة والرواية والفتوى والحكم.
والمقر به ضربان، نوعين يعني، والمقر به ادي ركنه من الاركان، احنا قلنا مقر ومقر له ومقر به وصيغ، خدت بالك؟ طب والمقر به بقى ضربان يعني نوعان، احدهما حق الله تعالى كالسرقة والزنا، والثاني حق الآدمي كحد القذف لشخص. لا، هو حق الله هنا اللي هو ايه؟ يقتضي القطع، القطع اليد، ده حق الله، لان اليد دي اللي خلقها ربنا ما قطعهاش الا باذن الله. ايوه، ده متعلق بالحد، المتعلق بالحد يعني حق الله اللي هو ما يسقط بالشبهة من الحدود، ده حق الله اللي هو ايه؟ ما يسقط بالشبهة من الحدود. فهمتني بقى المسألة؟ يعني افرض واحد سرق، ما انت بتقول لي ما هو سرق خد بني حاجات ادمي وبرضه فيه، لا احنا بنتكلم على ما يقتضيه السرقة من قطع اليد، فقطع اليد دي حق لله، امرنا اننا لا نقطعها لو فيها اي شبهة، بحيث ان لو تراجع عن اقراره السارق لا تقطع يده. يعني جاء اعترف قال لك انا سرقت قدام القاضي، وبعد يومين قال ما سرقتش، القاضي ما يقطعش يده خلاص، خدت بالك ازاي؟ ليه؟ لانه تراجع، يقبل فيها الرجوع بالاقرار، لان حق الله مبني على المسامحه، انما حق الادمي ما يقبلش فيه الرجوع في الاقرار. هو اقر بان فلان لي عليا في ذمتي 100,000 جنيه، وبعد يومين قال لا ملوش، القاضي ما ياخدش بالرجوع خلاص، لان ده متعلق بحق ادم. فهمتني ازاي؟ او حد قذف، حد قذف ما يرجعش في كلامه طالما اقر اولا. لكن في حقوق لله تعالى المتعلقه بالادميين لا يجوز الرجوع فيها برضه، زي مثلا اموال الزكاه، اقر بان الزكاه في ماله مبلغ كذا، فدي تعلقت بحق الفقير بقى، هنا ما ينفعش يرجع فيه. خدت بالك؟ يبقى مش كل الايه الحقوق المتعلقه بالله لا يجوز الرجوع فيها، في حقوق متعلقه بالله يجوز الرجوع فيها، وهي تعرفها ايه؟ ما يسقط فيها الحد بشبه، ما يسقط فيها الحد بشبه، هي دي. لان هو عايز يقول لك ان الحقوق نوعان، نوع يجوز الرجوع فيه عن الاقرار ويقبل الرجوع فيه، وفي نوع تاني من الحقوق لو رجع عن اقراره لا يقبل رجوعه ويثبت في ذمته حتى لو رجع. واضح؟ هو عايز يقسم الحقوق من نوعين دول. فالنوع اللي هو الحق لله خالص زي الزنا، الزنا ده فيها رجم وفيها جلد، فلو اعترف بالزنا ثم رجع ما يقامش عليه الحد، لان رجوعه شبه قرينة. فهمتني بقى ازاي؟ قرينة تصرف الحد، مش معناها تصرف العقوبة. فهمت ازاي؟ ممكن يبقى في عقوبة لكن ما تبقاش حد، تبقى تعزير بقى، يعني تصرف الامر من الحد الى التعزير. واضح؟ يبقى احدها او احدهما انواع المقر به يعني حق الله تعالى كالسرقة والزنا، وإن الحق هنا وهو ما يسقط بالشبهة في الحدود، والثاني حق الآدمي كحد القذف لشخص. فحق الله تعالى يصح الرجوع فيه عن الإقرار به، يصح يعني القاضي يقبل الرجوع فيه بعد الإقرار لما يبقى حق لله خالص. كويس؟ كأن يقول من أقر بالزنا رجعت عن هذا الإقرار أو كذبت فيه، ويسن للمقر بالزنا الرجوع عنه، ويسن كمان اللي قر بالزنا انه يرجع عنه. كويس؟ يسن له، يستحب. ليه؟ لان الله ستير، يحب الستر. مش الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ فمن وقع في مثل هذه القذورات فستره الله. واخد بالك ازاي؟ فلا ياتينا. يبقى استرنا ما يجيش، لان احنا مش عايزين تشيع الفاحشه. واضح؟ في شهود شهدوا. احنا بنتكلم بقى مش بالبينة، احنا بنتكلم هنا بالاقرار، ان ثبتت الجريمة بالاقرار مش بالبينة. ما لو ترى هي لو ثبتت بالشهود وهو كمان اقر ورجع فهتثبت بالشهود،
واضح؟ ما هو يخلص نفسه في الدنيا بأنه يستغفر الله وخلاص، ولازم يخلص نفسه في الدنيا يفضح نفسه. هو احنا هنعمل زي النصارى ناخد صكوك الغفران من عند الشيء من عند القسيس؟ احنا ما عندناش كده، المسلمين مش كده. المسلم لما يعمل جريمه وربنا يستره فيها مش مطلوب يروح يفضح نفسه ولا يعترف عند الشيخ، بينه وبين ربنا كده يتوب وخلاص ويقول يا رب ما تفضحناش في الدنيا ولا في الاخره. فهمتني ازاي؟ ده المطلوب. هي دي، هو ديننا قايم على كده، لدرجة ان لو واحد شاف واحد بيزني مطلوب انه هو لا يذهب ليشهد حتى لو طلب للشهادة. شوف قد ايه، حتى لو طلب للشهادة يعتزل وهو شايف وعارف وكل حاجة. شوف قد ايه يسن. ليه؟ لان الحدود شرعت لتدرأ ولم تشرع لتفعل. دي نقطة هامة، وده الفرق بين بقى فهم الخوارج للدين وفهم علماء الإسلام للدين. فهم الخوارج للدين إن الحدود شرعت لتؤدى وتفعل بالإجبار. فهمتني إزاي؟ إنما الفهم الصحيح للدين ربنا شرع الحدود لتدرأ. لتدرأ، عشان كده قال إيه؟ الرسول يقول: ولأن يخطئ القاضي في العفو خير له من أن يخطئ في إيه؟ في العقوبة. يعني القاضي لما يبقى كده مشتبه الامور عنده 90% صح و10% احتمال يبقى غلط، ما يحكمش بالحد. ليه؟ لان الرسول قايل له كده، قال لان يخطئ في العفو خير له من ان يخطئ في العقوبه. فهمت المساله؟ ودي نقطه ايه يعني بتغيب عن الفهم العصري للحدود الشرعيه، لان الفهم المعاصر للحدود الشرعيه انها حدود انتقاميه وانها يجب الحدوث، وده خطا. ده ربنا شرعها للرحمة. ده الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاله ماعز يعترف بالزنا، يقوم الرسول يعمل ايه؟ ماعز بيعترف، يقول له يعني لعلك قبلت، يقول له لا، يقول له لعلك فخذت، لعلك لعلك، وفي الاخر قال له ابيك جنون وانت مجنون جاي تتعرض لنا عشان نموتك؟ ابيك جنون. وبعدين في الاخر لما صمم قال طب استنكهوه، يعني شموه ليكون سكران ولا حاجه، يعني النبي عايز يعني يشوف له اي عذر. وبعد لما جال واعترف بجميع البتاع والنبي صلى الله عليه وسلم تاكد وكل حاجه وامر بانه هو يقام عليه حد الرجم، لما جم يرموه جري، فجري وراه رموه، فلما راحوا للرسول قال لهم لما لم تتركوه؟ ليه بعد حتى ما اقاموا الحد وشرعوا في الحد لما حس بالوجع جري؟ اما هم جري وراه ضربوه، اما الرسول لما عرف قال لهم ليه؟ ليه جريت وراه؟ فهمت ازاي؟ يعني الى هذا الحد الرحمه. فهمت بقى المعنى؟ لما جات له الغامديه، لما جات له الغامديه عمل ايه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال لها طلعت حامل من الزنا، قال لها اذهبي لما توضعي تعلي، لا خد عنوانها ولا عمل رقابه عليها، يعني لو ما جاتش بعد ما تولد ما كانش هيقبض عليها. يعني كانه بيقول لها ما تجيش. هي ما فهمتش. راحت وضعت ورجعت بالواد تاني في ايدها. فقام الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها لما تفطميه تعالي لنا سنتين يعني. يعني كانه بيقول لها ما تجيش. راحت مصممه وجت تاني. قام اقام عليها الحد بقى صلى الله عليه وسلم. يعني المقصد ايه؟ لازم تفهم ان الحدود شرعت لتدرأ ولم تشرع لايه؟ لدرجة ايه؟ انه كان بعض العلماء يقول لك ان الرسول كان يلقن عدم الاعتراف بالاقرار، يعني يقول له اسرقت هذا؟ قل لا. شو يقول له؟ قل لا. يعني يقول له اسرقت هذا؟ قل لا. يقول له سرقت. يعني كان النبي يقول له يا اخي قل لا وخلاص عدي الامور بقى، وبعدين توب الى الله واحنا نعوض الناس اللي اتسرقوا من بيتنا للمسلمين. شوف قد ايه الى هذه الرحمه. يعني لما تقرا في السنه تجد عجائب في هذه الامور، خدت بالك؟ فالمهم يعني ان يسن للذي اقر بالزنا ان يرجع عن اقراره، واذا رجع يقبل القاضي ولا يقيم عليه الحد. واخد بالك؟ ويستحب له الا يعترف كمان، بل يكره ان يروح للقاضي يبلغ عن نفسه كمان. ليه؟ لان ربنا ستير،
واضح؟ ستير. فانت كده بتعامل ربك على خلاف مراده، هو رب ستار للعباد، انت ليه عايز تخليه فضاح للعباد؟ انت عايز تعبد رب بيفضح ولا عايز تعبد رب بيستر؟ اعبد رب بيستر. فهمت بقى المسألة؟ عشان كده بيقول ايه؟ كأن يقول من أقر بالزنا رجعت عن هذا الإقرار أو كذبت فيه، ويسن للمقر بالزنا الرجوع عنه. وحق الآدمي بقى لا يصح الرجوع فيه عن الإقرار به. ليه بقى؟ لأن الآدمي بخيل فهتفضل فيه مشح، إنما ربنا رحيم، ارجع في الإقرار عن حق الله وربنا يغفر. ده مش كده وبس، ده ربنا ساعات مع التوبة يقلب السيئات حسنات، يخلي السيئة الكبيرة حسنة كبيرة، والسيئة لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. مش كده برضو؟ يعني كل ما تبقى معصية كبيرة يقبل رحمة كبيرة على قدها تغطيها. وحق الآدم لا يصح الرجوع فيه عن الإقرار به. وفرق بين هذا والذي قبله بأن حق الله تعالى مبني على المسامحة، وحق الأدم مبني على المشاحة. وكان الإنسان قتورة خلقته كده، إنما ربنا غفور ورحيم وكريم وجواد ولطيف ورؤوف، كل حاجة بقى، كل حاجة حلوة فيه. فهمت إزاي؟ صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى. وعشان كده رسول الله، لانه رسول رب العالمين، تلاقي كل حاجه حلوه في النبي، لانه متخلق باخلاق الله، فهمت؟ متحقق بها صلى الله عليه وسلم. وتفتقر صحه الاقرار الى ثلاث شرائط. علشان الاقرار يبقى صحيح لازم فيه شروط، احدها البلوغ، فلا يصح اقرار الصبي ولو مراهقا ولو باذن ولي. يعني الصبي الذي لم يبلغ البلوغ، يعني الحلم أو الحيض في المرأة، وأقل سن الحيض 9 سنوات أو الحلم. طب افرض ما احتلمش وما حضتش، يبقى 14 سنة أو 15 سنة بالسن بقى، يبقى نقول بلوغ بالسن. يبقى أول حاجة البلوغ، فلو أقر الصبي إقرار الصبي لا يجوز عند القاضي. ولو مراهقا، يعني مراهقا يعني ايه؟ يعني قارب سن البلوغ، يعني فاضل له شهر وهيبلغ، يعني خارب خلاص، برضه ما يعتبرش اقرار. لكن متى يصح اقرار الصبي؟ اذا اعاد اقراره بعد البلوغ، يعني اقر وهو صبي ثم اقر مره اخرى بعد البلوغ، يبقى صح اقراره. واللي صح هو الاقرار اللي بعد البلوغ مش الاولاني. واضح؟ الثاني العقل، لازم يبقى بالغ وعاقل. بالغ ومجنون، مجنون ده ملوش اقرار اصلا، مش كده برضه؟ تاني حاجة العقل، فلا يصح اقرار المجنون. جاب لك هنا قال لك الاسلام، ما قالش الاسلام. يعني افرض واحد كافر واقر بحق للغير في حقه، خلاص واخد بالك؟ اذا كان بالغا عاقلا رشيد حر التصرف، يعني غير محجور عليه، خلاص يصح اقراره حتى لو كافر، لأن ده إقرار بالحق في ذمة الإنسان للغير. وممكن الإنسان يتعامل مع كفار وتتعلق حقوق الناس ببعضها البعض بين الكفار وبين المسلمين وغيرهم، وبالتالي ما قالكش أنا من شروط الإيه؟ المقر الإسلام، ما قالهاش، يعني مش محتاجينها. واضح؟ بخلاف في الصلاة مثلا نقول شروط الإسلام، في الزواج شروط الزوج يبقى مسلم بالنسبة للمرأة، مش كده برضه؟ لكن هنا ما نقولش، لأن مش محتاجينها. والثاني العقل، فلا يصح إقرار المجنون والمغمى عليه وزائل العقل بما يعذر فيه. يعني واحد عنده دروخة كده زي ما قبل الغيبوبة الكبدية كده، بيبقى ملخبط، يجي يقر بحاجة هو في اللخبطة دي، ما ينفعش. أو واحد مغمى عليه وبيتكلم وهو مغمى عليه فأقر ببعض الحقوق، ما ينفعش. أو زال عقله بطريقة ما فيهاش تعدي، يعني بدواء بمخدر، فايق من التخدير فلخبط كده وقال كلمة فيها شبهة إقرار بحق للغير عليه، ما ينفعش، لأنه ده زال عقله.
لكن لو زال عقله بسكر متعدي وهو يعرف نؤاخذه بإقراره. فهمت ازاي؟ وسائر معاملاته طالما تعدى بالسكر، يعني جايب الخمرة وعارف انها خمرة وشرب وعارف انها بتسكر، يبقى ده متعدي، فده هنؤاخذه بإقراره تغليظا عليه. واخد بالك؟ انما دخل وعطشان وشاف مية كده فكرها مية، شربها طلعت ماء مسكر فسكر، يبقى ده معذور. خدت ازاي؟ يبقى الفكرة، علشان كده بيقول هنا ايه؟ فلا يصح اقرار المجنون والمغمى عليه وزائل العقل بما يعذر فيه، علشان يخرج السكران بتعدي. فان لم يعذر فحكمه كالسكران يعني المتعدي. والثالث الاختيار اللي احنا بدأنا فيه في اول الدرس، وقلنا ما يبقاش فيه اي اكراه، لازم يبقى مختار الاختيار. فلا يصح اقرار مكره مما اكره عليه. ها بما، مش كده برضه؟ هي بما حقها، انا عندي مكتوبه غلط، اديني قلم كده. شكرا. فلا يصح اقرار مكره بما اكره عليه. لكن خد بالك في حته تفصيله كده، امتى يصح اقرار المكره؟ لو اقر بمجهول فاكره لبيان تحديد المجهول. فهمت؟ يعني انا قلت ايه؟ الشيخ احمد له في ذمتي مبلغ، ما قلتش المبلغ ده كام، فالقاضي يقول لي كام، اقول له مبلغ وخلاص بقى. فهمت؟ فقام القاضي عمل نوع من الاكراه علي عشان احدد المبلغ، مش عشان، يبقى هنا الاكراه لتحديد المجهول لا للاقرار. فهمت؟ الإقرار تم بالاختيار، فدي صورة يصح فيها الإكراه على الإيه؟ في الإقرار، يعني إيه؟ في تحديد المجهول إذا أقر باختياره ولكن بغير تعيين. واضح؟ يعني أقول لهم ده بيني وبينه بقى، هو ليه حق عليا بس بيني وبينه، يا عم ده بقت قضية، القاضي عايز يعرف كام. فهمت؟ فالقاضي له أن يكرهك عشان يكرهك ازاي؟ يقول لك طب خلاص احبسوه بقى لحد ما يحدد. يكرهك بالحبس، الشرط بالضرب يعني. فهمت ازاي؟ يقول لك خلاص احبسوه 7 ايام في الايه؟ في الزنزانه لحد ما يعترف ويحدد لنا هو ايه الحقوق اللي عليه. يقوم واحد ما يطيقش الحبس يحدد بقى. فهمت ازاي؟ يبقى الاختيار فلا يصح اقرار مكره بما اكره عليه، وان كان الاقرار بمال اعتبر فيه شرط رابع. لو كان الاقرار هنا بمال بقى حاجه متموله، يبقى لازم شرط رابع وهو الرشد. الرشد يعني ايه؟ يعني حريه التصرف في المال. اما يبقى رشيد يعني حر التصرف في ماله، عشان نخرج السفيه والمحجور عليه بسفه والحاجات دي. خدت بالك؟ يبقى لازم بالغ عاقل مختار رشيد. 4 شروط، بالغ عاقل مختار رشيد. الرشد والمراد كون المقر مطلق التصرف، فيدخل السفيه المهمل. فاكرين انتوا في الحجر؟ قلنا الحجر بالسفة. اسباب الحجر ايه؟ احنا قلنا 3، السفة والجنون والصغر، مش دي اسباب الحجر؟ طيب السفيه ده لو كان ما فيش حكم قضائي يسموه سفيه مهمل، لانه ما فيش حكم قضائي، فيصح اقرار السفيه المهمل. لكن السفيه المحجور عليه بحكم قضائي ده الذي لا يصح اقراره. واضح؟ ليه؟ لان السفيه المهمل حر التصرف في ماله، مازال هو سفيه بس حر التصرف، ما تقدرش تحجر عليه لان الحجر ده حكم قضاء. فهمت بقى المساله؟ والمراد به كون المقر مطلق التصرف. وما نقول مطلق التصرف نخرج السفيه المهمل، واخد بالك، ونخرج كمان، عارف، نخرج السفيه غير المهمل،
اللي هو المحجور عليه، ونخرج الولي في مال المحجور عليه. يعني لما يبقى واحد محجور عليه لسفه او صغر او جنون، بيبقى في ولي يتصرف في ماله. فهمتني ازاي؟ هذا الولي مش حر التصرف في مال المحجور عليه، مش مطلق حريه، لازم يتحرك. وبالتالي الولي ده ليس له ان يقر بحق في مال المحجور عليه. ليه؟ لانه مش حر التصرف في مال المحجور عليه. واضح؟ زي اما نعين مثلا المجلس الحسبي يعين ام ولي على ايه؟ اموال الايتام اللي في حجرها، ولادها. ولادها ابوها جوزها مات، ساب لها عياله، جوزها ده كان تارك اموال كبيره. فيجي المجلس الحسبي يعين الام ولي على مال الاولاد دول. اهي الام دي ما تنفعش تقر بحق في مال الاطفال دول للغير. خدت بالك؟ لان هي مش حره التصرف في مال المحجور عليه. فهمت المساله؟ فيخرج بقى الولي في ايه؟ بكلمه ايه حر التصرف دي، نخرج الولي في مال المحجور عليه، ونخرج السفيه المحكوم عليه بالحجر. يعني كلمه حر التصرف هنخرج النوعين دول، فدول ما ينفعوش يقروا. واحترز المصنف بمال عن الاقرار بغيره كطلاق وظهار ونحوها. خد بالك، الرشد ده يشترط لو كان الاقرار بمال، لو الاقرار بغير المال لا يشترط الرشد بقى، اللي هي حريه التصرف. يعني واحد بيقر ان هو طلق مراته، خلاص بقى مش شرط، حتى لو كان محجور عليه بسفه يبقى اخد اقرار. بيقر ان هو ظاهرها، بيقر ان هو خالعها، بس الخلع هيدخل فيه بقى ايه؟ جانب شميمه المال. لكن الرجل هنا بياخد مش بيدفع. فهمتني ازاي؟ فينفع بقى. يبقى احترز المصنف بمال عن الاقرار بغيره كطلاق وظهار ونحوها، زي قود. القود زي القصاص. بيقر ان هو عور فلان، ضرب فلان، قلع له عينه، قطع ايد فلان. خدت بالك؟ او ده يبقى بيقر. وان كان يقول الى المال في الاخر ممكن، لكن هو ايه؟ بدايته قود، فيصح الاقرار فيه ولا يشترط فيه الرشد. واضح؟ لان الرشد تملي حسن التصرف في المال، ده تعريف الرشد في الشرع الشريف عندنا. نقول فلان رشيد يعني بيحسن التصرف في المال. ومش كل واحد عاقل رشيد، يعني في ناس عاقلين لكن ما يعرفش يتصرف في المال كويس. فلا يشترط في المقر بذلك الرشد، بل يصح من الشخص السفيه. وإذا أقر الشخص بمجهول كقوله لفلان علي شيء، ما حددش هو الشيء ده، أقر بمجهول. خدت بالك؟ رجع إليه في بيانه. اللي يحدده المقر مش المقر له. فهمت بقى؟ يعني هو أقر بشيء مجهول، هنسأل مين عشان يحدد لنا؟ نسأل المقر، ما راحش اسال المقر له. فهمتني ازاي؟ افضل ورا المقر لحد ما يحدده، ولو حبسته ولو اكرهته. فهمتني ازاي؟ لكن افضل وراه لحد ما يحترف. واذا اقر الشخص بمجهول كقولي لفلان علي شيء، رجع اليه الى المقر في بيانه اي المجهول، فيقبل تفسيره بكل ما يتمول وان قل. كفلس، الفلس اللي احنا نقول عليه فلس في اللغه المصريه العاميه، فلس يعني حاجه ضئيله. دلوقتي ان اقر حتى بجنيه، الجنيه ده هو ده الفلس بتاع زمان، ملوش قيمه. ده انت ساعات تديه للشحات يقول لك ايه ده، خليه لك ويحط لك عليه جنيه تاني. هو الشحات نفسه تحط ايده وجيبه ويدي لك جنيه تاني عليه. واخد بالك؟ لانه ما بقاش ليه قيمه في زماننا ده. فربنا يسهل ويسترنا. يبقى ايه؟ فيقبل تفسيره بكل ما يتمول وان قل كفلس او فلس. ولو فسر المجهول بما لا يتمول لكن من جنسه
كحبة حنطة أو ليس من جنسه لكن يحل اقتناؤه، كجلد ميتة وكلب معلم وزبل. قبل تفسيره في جميع ذلك على الأصح. بيدي لك أمثلة الأشياء لا تتمول، يعني ما لهاش قيمة في المال، زي حبة قمح. هو حبة قمح دي تروح تشتري حبة قمح دي ليها قيمة؟ فبيدي لك أمثلة لأشياء غير متمولة. يعني وفي أشياء يحل اقتناءها وغير متمولة، يحل اقتناءها وهي غير متمولة، يعني ليست لها قيمة مالية. جلد الميتة، جلد الميتة ده نجس ولا يجوز بيع النجس. احنا قرينا كده في أبواب البيوع إن من شروط المبيع أن يكون طاهرا، فما ينفعش أبيع جلد الميتة قبل دبغه. لو دبغته أبيعه، لكن قبل دبغه ده نجس، فممكن أحتفظ به وهو نجس أقتنيه، لكن ما ينفعش أبيعه. فهمتني إزاي؟ يبقى يحل اقتناؤه كجلد ميتة وكلب معلم. الكلب المعلم ده النبي نهى عن ثمن الكلب، يبقى ده ملوش ثمن، لكن يحل اقتناء الكلب المعلم. طب الكلب غير المعلم لا يجوز اقتناء. واضح؟ اللي هو زي الكلب اللولو ده اللي بيقعدوا ايه يحطوه في العربية ويدلعوه يسرحوه وبتاع، اللي بتشوفه كده في الافلام الاوروبية وفي ناس بتمشي على نهجه، ده حرام، واخد بالك؟ لا يجوز شرعا، ويمنع دخول الملائكة البيت. يبقى ولو فص بيقول هنا ايه، لكن يحل اقتناؤه كجلد ميتة وكلب معلم وزبل. الزبل ده اللي هو انت عارف الروس بتاع الطيور، زرق الطيور والروس بتاع البهائم، ده يعتبر نجس عند الشافعية فلا يجوز بيعه، لكن يجوز اقتناؤه لانه بيستعمل كوقود ويستعمل كسمات في الارض، يعني لفايدة ما، لكن ما ينفعش ابيعه. احنا قلنا لما بتتصرف فيه بيبقى اسمه ايه؟ رفع اختصاص، ما بيبقاش بيع، ما بيبقاش عقد بيع، بيبقى رفع اختصاص بس. ورفع اختصاص يعني يتميز عن عقد البيع ايه؟ في الضمان، ان عقد البيع يضمن ورفع اختصاص ما يضمنش. يعني افرض ان انا حطيت الزبل بتاع الحيوانات دي كلها في الزريبة عندي، كويس؟ الزريبة دي اللي هي الحجرة اللي بيعيش فيها الحيوانات، بيسموها زريبة، بنقول كده للناس اللي هم عايشين في مصر، بقول لك ايه زريبة دي؟ نقولها لك ما يجراش حاجة. فأنا حطينا في الحجرة اللي بنربي فيها الحيوانات دي، بنسميها احنا زريبة في اللغة العامية بتاعتنا الفلاحية، خدت بالك؟ حطينا فيها زرق الطيور كميات ضخمة، وجا راجل من جيراني عايز يزرع أرضه، فده بيبقى حلو سماد في الأرض حلو. فقال لي ما تديني الحبة اللي أنت مكومهم عندك في الزريبة دول. اقول له يا سيدي مش عقد بيع بقى، اقول له يا سيدي عندك خدهم، بس هتديني كام عشان ايه امكنك واديك مفتاح الزريبة. فهمت ازاي؟ يقول له يا سيدي هديك 1000 جنيه، 100 جنيه، زي ما يقول. اقول له خلاص هات 100 جنيه. قام راح يولع نور الزريبة، حصل مسكة كهرباء اتحرق الزرق ده كله، مالوش يرجع عليا ويقول لي اديني 100 جنيه، لان مفيش ضمان، لان ده رفع اختصاص. انما عارف لو كان بيبيع له بهيمة وراح بيولع كده في حصل بتاعه وماتت البهيمة، يجي يرجع عليا ياخد الفلوس، فعقد البيع يضمن. فهمتني ازاي؟ انما رفع الاختصاص ما فيش ضمان. واضح؟ فهمت المسألة؟ اعرف الحتة دي، قلناها كذا مرة بس يعني ايه افتكرها علشان في ناس بتنسى. قبل تفسيره في جميع ذلك على الأصح. ومتى أقر بمجهول وامتنع من بيانه بعد أن طولب به حبس، يبقى كره عليه. أو لو أقر بالمجهول ومرضاش وامتنع عن تحديده، يبقى أكرهه بقى، أكرهه بالحبس مش بالإزاء البدني، ما أزوج بالبدن، أكوي بقى واضربه واعمل حاجات اللي كانوا بيعملوها بتوع الأمن الدولة دول زمان، والشرطة في الناس يضربوا بالقلمين وبتاع لحد ما يعترف ويقر الكلام ده كله حرام شرعا، حتى مع المجرمين. ده انت بالطريقه دي بتخلي مجرم، انت بطريقه بتخلي المجرم مش تخلي اللي مش ناوي يبقى مجرم تخليه يبقى مجرم. فهمت ازاي؟ خلاص برضه ما ضربوش، افضل حبسه، افضل حبسه لحد ما يبان له صاحب. فهمتني ازاي؟ افضل حبس، ما اطلقوش لحد ما يقر ويعترف.
ما اقرش واعترف انساه في الحبس وخلاص ماليش دعوه بيه. فهمت؟ لان احنا الشرع بتاعنا مبني على الرحمه اصلا، ومخافه ان انا اخليه اجبره على الاعتراف بحاجه هو مش ما عملهاش، فما ينفعش. هو للاسف الشرطه المصريه قايمه على ايه؟ على الاجبار في الاعتراف، وهذه الفلسفه لازم يغيرها جهاز الشرطه كله، يغير هذه الفلسفه ان ممنوع اجبار الانسان، لان الانسان بريء حتى تثبت ادانته، والادانه لا تكون الا بالاعتراف بدون اقرار او بشهود. فهمتني ازاي؟ بس غير كده مفيش. وعلى مر العصور هذا الاكراه، الاعتراف تحت الاكراه، زادت الجريمه معه ولم تقل، الجريمه بتزداد. صح ولا لا؟ ولا هم عالجوا الجريمه؟ ده الجريمه في زياده، هم ما حللوناش المشكله، فلازم يراجعوا نفسهم بقى لو كانوا عقلاء يعني. فعلشان كده بيقول لك ايه؟ ومتى اقر بمجهول وامتنع من بيانه بعد ان طولب به حبس حتى يتبين المجهول، فان مات طب في الحبس. واخد بالك؟ فان مات قبل البيان طولب به الوارث. الوارث يدور يمكن في اوراق ابوه اللي ما كانش عايز يحدد موجوده البيوت الديون دي، يقوم الوارث يعترف ويقول. واخد بالك؟ طولب به الوارث. وعلشان نخلي الوارث ما يتلعبش هنوقف تقسيم التركه. بقت التركه مرهونه رهن شرعي. ليه؟ مرهونه رهن شرعي بالاقرار، بالاقرار المجهول. وما نقدرش نقسم التركه مخافه ان يكون المجهول ده يساوي التركه. ممكن المجهول ده كله يساوي كل التركه، فاقدر اقسمها ليه؟ فهمتني بقى ازاي؟ فيبقى انا هكره الوارث، لازم الوارث يقلب ورق ابوه كله. واخد بالك؟ ويجيب الجيران ويجيب القرايب، لان الورث مش هيتقسم لحد ما تيجي تعرفنا. اقرب شيء مجهول حددهولي وحل لي الاشكال، لما تحددهولي هنقسم التركه. فهمت بقى الطريقه؟ يبقى اسمها رهن شرعي. لا رهن، مرهونه. ويصح الاستثناء في الاقرار اذا وصله به. في دي احكام تانية. يبقى احنا عارفين الاقرار ان يثبت به الحقوق اذا كانت متعلقه بحق الادم، ولا يصح الرجوع لو كانت بحق ادم، ويصح الرجوع فيها ان كانت حق الله. دي اول احكام عرفناها، وعرفنا شروط الصيغه انها تبقى بلفظ يشعر بالالزام، فان لم يكن لفظ فبالكتابه او باشاره العاجز عن الكلام، اشاره مفهمه. فهمتني ازاي؟ طيب. وإن يشترط المقر أن يكون بالغا عاقلا مختارا رشيدا، وإن المقر به لابد أن يكون معينا، فإن كان مجهولا لابد أن يطالب ببيانه، فإن عجز عن بيانه أو رفض يحبس، فإن مات الوارث مسؤول ويحجر على التركة، يعني يرهن التركة رهن شرعي، فلا تقسم حتى نعرف إيه المجهول. كل دي أحكام عرفناها. طيب هيقول لك حكم جديد تاني بقى متعلق بالإقرار، إن يصح الاستثناء إذا وصله بالاستثناء. يعني أقول إيه؟ لك في ذمتي 100 إلا 50، يبقى أنت ليه عايز 50؟ 100 إلا 50. فهمت إزاي؟ يبقى أنت كده استثنيته، بس بشرط إن الاستثناء يبقى متصل مش مفصول بمدة طويلة تدل على الإعراض. يعني ما ينفعش أقر لك بمئة الآن وبعدين بعد يومين لما سدد أقول إلا 50، ما ينفعش. فهمت؟ لأنه ما كانش متصل. واضح؟ فهيقول لك هنا إيه؟ ويصح الاستثناء في الإقرار إذا وصله به، أي وصل المقر الاستثناء بالمستثنى منه، فإن فصل بينهما بسكوت أو كلام كثير أجنبي ضر. على فكرة مش شرط يبقى كثير، بس يعني إيه؟ دي زلفة قلم من بكلام، أي كلام ولو قليل يضر. طب ويضر يعني إيه؟ يعني القاضي يعيد الإقرار تاني، يقول له عيده تاني عشان يخصم الكلام منه. تبالك؟
فإن فصل بينهما بسكوت أو كلام كثير أجنبي ضر، ضر السكوت والكلام، ضر بالألف التثنية يعني، خدت بالك؟ أما السكوت اليسير كسكت التنفس فلا يضر، يعني لك علي ألف عطسي الحمد لله إلا خمسين ما يضرش، فهمتني بقى إزاي؟ لأن جت كبستني العطسة، عندي كحة زي حالاتي، قاعد يكح شوية وبعدين طلع المنديل نف، وبعدين بعد ما نفع دموع يعني دمعت فمسح دموعه وبعدين قال تمشي، لكن ايه كح وعطس وبعد ده كله قال لهم هاتوا لي الدواء يا اخي امبارح نبرت، وبعدين يقول الا ما ينفعش بقى لان انا فصلت بكلام، فهمتني بقى ازاي؟ يبقى لازم، لكن لو بلع ريقه اتنفس شرق ده وبعدين كمل تمشي. ها؟ طبعا ولو كلام حتى قليل لكن يدل على الإعراض، يدل على الإعراض. فإن فصل بينهما بسكوت أو كلام كثير أجنبي ضر، أما السكوت اليسير كسكت التنفس فلا يضر. نقول كسكت التنفس، بلع ريق، شرقة، كحة، عطسة، ماشي حالك. نفس الكلام ده قلناه في قراءة الفاتحة في الصلاة، ان يشترط في الفاتحة ايه؟ الموالاة. ان ايه الموالاة؟ يعني ايه؟ يعني ورا بعض الايات ورا بعضها فما اقطعهاش. فانا بصلي بالناس او بصلي حتى لنفسي بقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم حطسي، ورحت مطلع المنديل قعدت نفيت، وبعدين يا دوب هبتدي اكمل عطست تاني طال الفصل، يبقى ابتدي الفتحه من الاول، يبقى ابتدي الفتحه ايه من الاول لاني قطعت الموالاه. ما ينفعش بقى ايه ابتدي من حيث وقفت، حيث وقفت لو قل الفصل، واضح؟ ودي بتحصل ساعات مع ائمه ايه ما ياخدش باله منها، ياخد باله من الحته دي ان الفتحه لازم فيها الموالاه. الموالاه يعني ايه بلغه المصريين؟ يقول لك علاوله، علاوله يعني ورا بعضه ورا بعضه، فهمت؟ فما تقطعش الايات كمان بدعاء اهدنا الصراط المستقيم، يا رب يا رب ارزقني الصراط المستقيم، اهديني يا رب الصراط المستقيم، ويقعد بقى ويتصعب على ربه كده وتاخده العبره، وبعدين يقول صراط الذين انعمت، دي صلاه بطله، دي صلاه بطله يا استاذ، ما ينفعش، فهمت؟ ليه ما تقطعش حتى ولو بدعاء طويل، فهمت ازاي؟ فلازم الموالاه، قلنا الكلام ده في الفتح، لكن في الصوره مش مشكله. في الصورة بعد الفتحة مش مشكلة براحتنا. فهمتني بقى ازاي؟ اقطع ما اقطع ما اقراش خالص الصلاة صحيحة. فهمت بقى ازاي؟ لكن الفتحة لا، إلا الفتحة. فنفس الكلام ده قلناه قبل كده في الفتحة يعني برضه خد بالك. ونفس الكلام ده يتقال في عقد الزواج. يعني بيقول له زوجتك ابنتي وماسك إيد العريس. واخد بالك ازاي؟ على سنة الله ورسوله مش عارف إيه. وبعدين خلص كلامه والعريس عكس. وقعد ينف ويكح ويعمل ومن قال قبلت طال الفصل، ما ينفعش يعيد الاجابه تاني، لازم الاجابه يبقى وراه القبول علاولة، فهمتني ازاي؟ كل ده هتلاقيه بعد كده، يعني لازم يبقى عندك حس فقهي تفهم بعد كده الشرع يريد انه ايه، اي لبس ممكن يشكك في صحه العقد تزيله، فهمتني ازاي؟ فلازم ناخد بالنا من الحكايه دي. واما السكوت اليسير كسكت التنفس فلا يضر، ويشترط ايضا في الاستثناء الا يستغرق المستثنى منه. اقول لك انت ليك عليا 100 الا 100، ده لعب عيال بقى، فهمت ازاي؟ عشان يصح الاستثناء يبقى جزء من المستثنى منه، انما ما يستغرقه كله يبقى زي قلته زي عدمه ما له قيمه، فهمت؟ ويشترط أيضا في الاستثناء ألا يستغرق المستثنى منه، فإن استغرقه نحو لزيد علي 10 إلا 10 ضر، ضر يعني لا إيه؟ لا ينعقد إقرار، ما يبقاش فيه إقرار. وهو أي الإقرار في حالة الصحة والمرض سواء. أنا بقر ليك، إحنا عارفين إن الوصية في حال مرض الوفاة المرض المخوف ما تزيدش عن الثلث. مش كده برضه؟ في الوصايا لما قرأنا الوصايا. لكن في الإقرار لا. ممكن حتى في المرض المخوف يصح اقراره،
طالما لم يزل عقله ولا يوجد إجبار وهو رشيد. يعني هو داخل العناية المركزة خلاص بقى عنده ذبحة بقى ويمكن يدخل ما يطلعش، فهو على الباب قال ايه لولاده، فلان ليه عليا يا جماعة 100,000 جنيه، ودخل العناية بعد لحظة بقى على جهاز التنفس الصناعي، بالليل قالوا لهم ابوكوا مات. خدت بالك الاقرار بتاعه ده يصح؟ فهمتني ازاي؟ سواء كان المرض ده مرض مخوف يعني يفضي الى الوفاة، او مرض عادي لا يفضي الى الوفاة غالبا، زي واحد عنده كحة عنده زكام عنده بتاع ده ما بيموتش ده غالبا، او بيقول الكلام ده في حال صحته، الاقرار معتبر. فهمت ازاي؟ فناخد بالنا من دي، بخلاف طبعا الوصية، الوصية فيها تفاصيل اخرى. وهو اي الاقرار في حال الصحة والمرض سواء، حتى لو اقر شخص في صحته بدين لزيد وفي مرضه بدين لعمر، ولم يقدم الاقرار لعمر، ولم يقدم الاقرار الاول، وحينئذ فيقسم المقر به بينهما بالسوية. لا، هي لم يقدم، بلاش الواو دي، الواو دي دمها تقيل، شيل الواو. عندك واو؟ لا شيل الواو. لا انا عندي واو عمرو وواو تاني. لا كويس، شيل الواو التانية لو عندك زيه. بدين لعمر لم يقدم الاقرار الاول يعني على الاخر، على اساس ان الاقرار الاول في حال الصحة والتاني في حال المرض لا يكون حصل له ايه خلل. لا، وحينئذ فيقسم المقر به بينهما بالسوية. يعني اقول ايه؟ يعني اقول لزيد لي علي 1,000 والعمر لي علي 1,000، بس انا قلت لزيد لي علي 1,000 وانا في تمام صحتي، وبعدين عمر اعترفت وانا في العناية المركزة او قبل ما ادخل العملية اللي انا ما طلعتش منها مثلا، خدت بالك؟ يبقى زيد لي حق وده لي حق. طب افرض بقى ان انا مش تارك الا 1,000 جنيه بس، وانا اقررت ده ب1,000 وده ب1,000، يبقى ال1,000 اللي انا سايبها ده ياخد منها 500 وده ياخد منها 500 بنسبه الدين كل واحد. طب انا اقررت ليه ده بايه بمثلا ايه ب2,000 وده ب1,000 وانا تارك 1,000، يبقى ياخد التلتين والتلت. فهمت ازاي؟ بنسبه كل واحد. لكن لو انا سايب كتير يبقى كل واحد ياخد حق والباقي يبقى ايه يتوزع للورث، والله تعالى اعلى واعلم. فهمت الحكايه دي؟ انتم ما تستحملوش تاخدوا حاجتين ورا بعض، فانا مش هديكم العاريه. المره اللي فاتت اديتكم حاجتين ورا بعض تعبتوا منه. الله يكرمك. احنا ان شاء الله هناخد اجازه ان شاء الله في شعبان ورمضان والنصف الاول من شوال، الاجازه السنويه. انا عندي رصيد يسمح؟ عندي رصيد يسمح. لا، ما هو الثلاث الجاي هيبقى رجب واللي بعده رجب. كان زمان الدراسه في الازهر طول السنه وشعبان ورمضان ونص شوال اجازه سنويه، الازهر القديم ايام الشيخ البيجوري والناس دي. كانوا بيبتدوا نص شعبان؟ خلاص ندي احنا الاسبوع الاول من شعبان، لان انا اصلا مسافر المغرب 20/6، هيبقى يوافق كام شعبان؟ هيوافق حوالي 10 شعبان، فممكن ندي الاسبوع الاول من شعبان. خلاص قبل ما نسافر، انا هسافر المغرب بس ايه 7 ايام ان شاء الله. وغدا باذن الله في مسجد الاشراف في ختام كتاب سنن ابن ماجه، ان شاء الله نختمه غدا باذن الله، وهنبدا في صحيح مسلم بعد غد، بعد غد الخميس فجر الخميس. انا ضد الطريقه دي، اطلبها من غيري. ليه بقى؟ لان احنا في زمن الدرايه، محتاجين الدرايه اكتر من الروايه. يعني عارف الروايه اللي هي يعني عشان تصحح النطق بس تقوم تسرد كده، لكن احنا في زمن سوء الفهم، فلا بد تشرح احسن. لا ده هو عايزها سرد، نقرا الكتب الست، هو عايزها سرد روايه. في ناس بتعمل مجال السرد علشان يقرا الكتب كلها. لا، ما هي دي حلوه في ضبط الايه، ضبط العباره، عشان لما تيجي تقرا الحديث تقرا صح.
وتصح وتجمعها كلها، دي كويسة لكن مش مناسبة لزماننا. أنا شايف إنها مش مناسبة لزماننا. المناسب لزماننا إنك أنت تعرف الناس فقه الحديث، لأن الناس كتير قارت أحاديث كتيرة وفهمتها غلط خالص، فلما بيجي يحضر معاك بياخد إسناد يقوم يقوي نفسه على جهله. فهمت إزاي؟ يعني هو جاي بحت بفهم خطأ، فيجي يسمع منك ياخد إسناد جديد يقول لك أنا عندي أسانيد متصلة، ويبتدي بقى يفتكر نفسه انه بقى علامه وهو ما زي ما زال. فلا بد اننا نشيل، لا علشان يضبط، ممكن ان الطباعه بتغلط، يعني ممكن الطبعه اللي انت جايبها دي مثلا تكون فيها بعض الاخطاء، فلما بتصححها الشيخ بتبقى ايه غاليه، مش زي اللي في المكتبه، لان ده راجعتها كلمه كلمه على الشيخ وكتبت على الهامش وعملت، تبقى دي طبعه غاليه. فهمتني ازاي؟ والله تعالى اعلى واعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.